والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، فمع وفي ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه وجعل الفردوس مثواه، اللهم أمين، ومع كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومع باب من أبواب هذا الكتاب المبارك، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان أسره، هل لمن كان أسره إليه أن يبديه في حياته أو بعد وفاته؟ ثم أورد الإمام الطحاوي حديثا وأورد حديثا آخر أشكل به عليه. الحديث الأول هو حديث إفشاء النبي إسرار النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته عند وفاته، لما دخلت عليه فأسرها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم أسرها فضحكت، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسألت السيدة فاطمة عن ذلك، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها أم المؤمنين عائشة عن ذلك، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في هذا العام مرتين، وما أراه إلا حضر أجلي. وهذا الأول، أنها بكت لذلك. ثم أسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها أنها سيدة نساء المؤمنين فضحكت لذلك. فهنا السيدة فاطمة رضي الله عنها أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قالوا أنها بينت. وقال: قد روي حديث ظاهره يخالف ذلك، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن أمه أم سليم أرسلته ذات يوم فتأخر عنها، ثم عاد إليها فسألته: أين كنت؟ قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. فقالت له: وما هي؟ فقال أنس: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت سأخبر أحدا لأخبرتك به، ولم يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف نجمع بين أن السيدة فاطمة رضي الله عنها أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنس رضي الله عنه أبى أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه الجمع بين هذين الحديثين؟ فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأسلوب صعب وشديد أن تنسب إلى فاطمة أنها أفشت سر الرسول، وهذا الكلام ينبغي أن يصاغ بصياغة مؤدبة من قائله أيا كان قائله، فلا يقال إن فاطمة أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأسرار تختلف، في أسرار تخفى مؤقتا وبعد ذلك تعلن، والأشخاص يختلفون أيضا في أنواع أسرارهم. لا أخفى عليكم أن صحابيا جليلا كعمران بن حسين رضي الله عنه قال لما مرض لبعض أصحابه وجلسائه: إني مسر إليك بحديث، فإن قبضني الله فإن شئت أن تحدث به فحدث، وإن أبقاني الله فلا تحدث به. يعني هو اشترط عليه، قيد في الشرط: أنا أقول لك هذا الكلام إذا أحياني الله لا تحدث به وأنا حي، إذا أماتني الله فإن شئت أن تحدث حدث، وإن شئت أن لا تحدث لا تحدث. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، يعني أن الملائكة تسلم عليه. هو لا يحب أن يظهر هذا الكلام وهو حي حتى لا يفتن به الناس، فقال: طالما أنا حي لا تحدث به، مت أنت حر تحدث أو لا تحدث، خلاص الفتنة مأمونة علي بموتي. فالشاهد أن الأسرار تختلف في أنواعها، فقد يسر الشخص إلى شخص سرا لمدة، يقول: ما تخبر
عني إلا بعد ساعة أو غدا. وقد قدم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أمرائه في السرايا كتابا وقال لا تقرأه إلا إذا بلغت مكان كذا وكذا. عبد الله بن حذافة أعطاه النبي خطابا وأمير على السرية فقال لا تقرأه إلا في مكان كذا وكذا. وقد يسر الشخص إلى شخص سرا خاصا به بعد ذلك يزل له فيه، كما حصل لحذيفة لمعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لأبي هريرة عفوا قال لأبي هريرة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبشر الناس يا رسول الله، قال أبشرهم. فخرج أبو هريرة يبشر الناس فكان أول من لقي عمر لسه جاي يبشره، أبشر يا عمر النبي قال من قال إلى دخل الجنة، ضربه عمر ضرب أوقعته فقام يجري فركبه عمر جرى وراءه، فذهب عمر إلى رسول الله وقال إذن يتكل يا رسول الله، قال إذن لا تبشره. فقد يكون السر مقيدا، سر مقيدا، يعني لو هب أن لو أن فاطمة قالت للناس إن الرسول سيموت في هذا المرض ماذا كان الناس سيصنعون، ماذا كان الناس سيصنعون إذا علموا أن النبي بقيت له أيام وسيموت؟ الوضع سيتغير تماما، يعني ممكن تحصل فتنة عظيمة أو ممكن تحصل من الأمور ما لا تحمد عواقبه، نظام البلد نظام المسلمين يختل كله. فمن فهمت فاطمة أن من المصلحة أن لا تخبر أن الرسول سيموت أو أوحى إليه أن عفوا أو أنه توقع أنه سيموت في هذا المرض، لكن لما مات خلاص انتهت القصة. فهي أسرار مقيدة. أما سر أنس أيضا كان مقيدا لأن أم سليم سألته مرة واحدة، سألته فيها والرسول أرسل كثيرا منا من يرسل شخصا ويقول له اذهب إلى مكان كذا ولا تخبر أحد، خلاص أنا ذاهب رايح فين لن أخبر أحد، مقيد أسرار مقيدة. فيجمع أن أسرار تهم مصالح المسلمين وكانت مؤقتة، كانت مؤقتة بعد ذلك أعلنت كسائر الأمور. نعم، هو الإمام الطحاوي شيخنا أجاب على هذا وقال بأن هذا كان سرا فلما وقع هذا السر وانتشر والنبي مات أعلنت به وأيد ذلك بقول لا عفوا، هو في جزئيتان، جزئية ينسحب عليها كلام الإمام الطحاوي لكن الجزئية الثانية أخبرني أني سيدنا سائل الجنة لا ينسحب عليها هذا الكلام. نعم، وأيضا استدل أيضا بحديث أبي بكر لما قدم إليه عمر وعرض عليه ابنته حفصة فلم يرد ولم يجبه أبو بكر رضي الله عنه، فوجد عمر في نفسه حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر ما منعني أن أجيبك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن أبو بكر لما انتشر الأمر بعد ذلك بين. نعم، الإشكال الثاني شو فيه؟ لا بأس. حديث معاذ في آخر الحديث اللي هو ما حق الله على العباد، أيوة ما أخبر بها معاذ تأسلمن عند موته لا إله إلا الله. شيخنا هنا في سؤال، حق الله على العباد، في سؤال في هذه المسألة، لو أسر إلي شخص بسر وهذا السر ترتب عليه حقوق بعض الناس وهذه الحقوق، إذن يا أحمد مطلع سؤالك وقد قطعته عليك يحملنا على أن نقول ينبغي أن تكون هناك رسالة اسمها فقه إفشاء الأسرار. أخوك أبو ويس عمل شيء منها في باب متى يكتم العلم، أتى بصور لكتمان العلم إلى أجل إذا خش من نشره الفتنة، وحتى بحديث أبي هريرة قطع مني هذا بالعوم لو أفشيت السر، بقصة لا تخبرهم يا معاذ، وبحديث فاطمة، عشرات الحديث في هذا الباب، وأسماء حفظ أبي حفظ حذيفة لأسماء المنافقين والأشرات الساعة بعض أشرات الساعة، أتى بعدة أحاديث في هذا الصدد، لكن
إذا أردنا الكلام من منظور أوسع فقه في السر، يعني هب أن السر ده كان موضوع في كتمان العلم، لكن هب أن السر ينبني على كتمانه ضرر، ضرر عظيم. أنت أسررت إلي بسر وقلت لي يا فلان اسمع في واحد مقتول اسمه زيد وأنا قتلت زيدا، لكن لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا، هذا السر يفشى أو يكتم؟ يفشى، تعلق لازم يرد الناس حقه، أو يقول إنه سرق مال فلان، إنه سرق مال فلان، أو أن فلان خطط غدا لقتل فلان. أليس من الألزم علي في ديني أن أحذر من سيقتل؟ ولا أسيبه مقتله والاثنين يضيعوا، هذا تضيع دنيا وهذا يضيع تضيع آخرته. فلفقه إفشاء السر أحكام، لإفشاء السر أحكام. هل يفشى سر الزوج أو لا يفشى سر الزوج، أسرار العلاقة الزوجية مثلا؟ بأن أن رجلا متضررا من امرأته وفي شيء إذا ذكره سيشينها، لكن لزاما أن يذكره وإلا وقع هو تحت طائلة العقاب، سواء العقاب المادي أو المعنوي أو إلى آخره، فيفشي للقاضي. فله فقه، إفشاء السر له فقه، خلاص. فينبغي أن واحد يتدرب على هذه الرسائل النافعة ويستنبط من كتاب الله ويستنبط من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستنبط من الكتاب ويستنبط من السنة أدلة تخدم تبويباته التي يبوبها. وفي الحقيقة أنك إذا وقفت تتدبر الآيات والأحاديث ستجد شيئا كبيرا يخدمك في هذا الباب، سواء خاصة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تورية في الحرب مثلا، السر في الهجوم، كلمة السر التي يقولها الرؤساء مثلا، كلمة السر، حصان يخطب كده أي رئيس ولا أي ملك يقول للشرط إذا قلت كلمة حصان خلاص تنقض على المتهمين في الوقت. كان في واحد أحب يصفي مراكز القوى في دولته، الرؤوس الكبيرة الوزراء المقلقين له، ما قالش كلمة حصان، يعني تأخذ كلمة سر مع مسؤولين أقل، تقف أمام بيوتهم كأنكم حراس، أول ما قل في الخطبة جاء كذا كذا تنقض على كلمة السر، هذه مشروع وليست مشروع. وكلمات شعار المسلمين في الحروب كان شعارنا أمت أمت، كان موضوع بحث يعني، موضوع بحث. وسر المهنة أفشيه ولا أفشيه؟ يعني واحد من إخوانك في بلطيم مثلا عارف كيف يصطاد الأسماك وكيف يذبها إليه، أو كيف يصنع طعمية حلوة في المحلة الكبرى، واحد صنع طعمية ماهر في تصنيع الطعمية، قال لك هات لي سر المهنة، تفشيه ولا تفشيه؟ لا فقه، لا يا ما لازم لها فقه. يعني افترض في شركة أدوية تعمل أبحاث ليل نهار وجابت فريق من خريج كليات الصيدلة وكليات العلوم والأطباء لبحث عن دواء، وما زالت هناك فئة تعمل كده، بحث عن دواء لعلاج السكر، مرض السكر لإصاله من الأصل، يعني بحث عن دواء لهذا الموضوع، وهذه الهيئة تعطي رواتب للخريجين من كليات الصيادلة والخبراء والأطباء بالملايين، ملايين تعطيها لهم، وصلت مثلا النتيجة، هل تفشي السر عموما وفلوسها راحت فيه، أو تصنع وتبيع للناس بثمن في المتناول وتربح أي أيضا؟ تحتاج للفقه، إذا تحتاج للفقه. وأورد بعضهم في قول الله تعالى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين، يعني إيه بضنين؟ فهم معنى
بمتهم وببخيل، يعني كل شيء ينفعكم في الآخرة الرسول ما كتمه بل أخبر به، ما ظن به بل أخبر به. في المسألة لها فقه. تفضل. جزاك الله.